السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يعزك يا رب، الله يبارك في عمرك يا اخي. وفيك يا اخي. الله يرضى عليك يا رب. وياك. سؤال بس، الله يرضى عليك. وعليك يا سؤال بس. اتفضل. الله يرضى عليك. والدي الله توفاه الله، الله يرحمه، قبل ما يموت بيقول لي اتجوز ثاني. قبل ما يموت يوصيك ان تتزوج زوجة ثانية؟ اه. طب وانت يعني لك رغبة ولا ليست لك رغبة؟ انا ليا رغبة، لان انا وحيد ومعايا طفلين، بنت وولد، فانا حابب اللي هو يكون عندي اولاد يعني. شيء يرجع اليك، ربنا قال فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. طب ولو الزوجة هتزعل والعيال هيزعل. انت يعني انت قدر المصالح والمفاسد. دكان لحم الحنوت جزار يعني. نعم. ابقى عاقص الى الوالد في الوصيه مثلا؟ لا لا لا، اذا قال الوالد للولد تزوج والولد ليست له رغبه. اه. ليس بواجب، لكن هو الافضل يرشدك الى ما يراه افضل. لكن اذا كان اذا كان الوالد بالنسبه لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح تكاثرت. انا كده هبقى لو اكتفيت بالولد والبنت هبقى معارض؟ لا مش معارض يعني، مش معارض ولا شيء. لست بمعارض ولا شيء، لكن شيء يرجع إليك. تحب تتزوج تتزوج، وأحب لا تتزوج لا تتزوج. أنا عادي نفسي يا شيخ، بس المشكلة ونعمل لك إيه طيب؟ ما أنت خايف من الزوجة، ماذا أصنع لك؟ أفيدني يعني. أنت رجل يعني، أنا أقسم لو زعلت هتزعل عادي براحتها ولا إيه؟ لأن في إنجاب مش هتنجب معايا تاني يعني، لو عندها مشاكل لا لست بآثم. لا أتوكل على الله. لست بآثم. هقول لك لا تتوكل على الله، توكل على الله.